السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو هو الاسم الكريم؟ اسم الدحماني احمد. سيد الدحماني، رحنا دابا متواجدين في حي النهضه عمر البولي سابقا. انا كنطلب السلطه تعطيني هذا الواد. يعني المشكل اللي كاين اليوم هنا هي ان شي مقاول بغى يبني هذا الواد. واه بغى يبني هذا الواد. هذا الواد اللي بغى يبنيه وكنشوفوه هنا راه باني في وسط الواد. واه راه باني وبلا رخصه. وبلا رخصه ولا بلا رخصه حنا يعلم الله. يعلم الله. ما معلقش رخصه. يعني هاد الناس كلشي هنا تكلم واحد 100 واحد ولا راكو كتعارضوا هذا البني في الواد. داكشي اللي كاين. علاش كتعارضوا؟ كنعارضوا حنا الواد كيضرنا. الواد مش الواد كيشكل عندنا القنطره. عندنا القنطره. كيفيت هذا الواد كبير بزاف هذا الواد. أيوة. الواد كيفيت. يعني دابا الى هنا بالله بحال اللي دار سد دار لكم باراج. هادشي اللي بغيتو تقولوا. يعني لان فيه الواد الحار وراه هو قطع من الواد الحار لهيه ودار. اذا راه الى بنا هنا اذا كما تقول لي غادي يبني هنا في هذه المسافه غادي يدير باراج. داكشي اللي كاين. ولا دار باراج غادي يشكل خطر عليكم. الناس خطر على الناس. وها الروكار هنا. ها الروكار. اي يعني بغى يبني على جنب الروكار. على فاف من فوق الروكار. واد الحار. يعني باغي يبني فوق فوق الواضحة. اذا انتم شنو غادي تقولوا شنو غادي ديروا؟ حنا كنطالبوا من الدوله تخدم لنا هذا الواد ولا يخليه حتى تخدم الدوله ولا بغى يبني. ما حنا مشكل. انتم ما بغيتوش يبني غاتوقفوا. ما يبنيش الواد. ما يردش علينا الواد. سواء بالرخصه ولا بالرخصه ما يبنيش. ما يبنيش الواد. الواد لا ما يبني. راه ما قابلش. شحال من واحد مساكين تبارك الله تبارك. انا فات 180 واحد. 180 واحد اللي دايرين عريضه. وهذه العريضه صيفطوها الوالي للجهه الشرقيه. واستقبلكم السيد الوالي. استقبلنا. وشنو قال لكم الوالي؟ الوالي ما غاديش يمكن يوافق على حاجه بحال هذه. مدير الديوان انا غير ما تخليوهاش يبني. يعني شنو قال لكم الوالي؟ انا غير ما تخليوهاش يبني. ما تخليوهاش يبني. صافي هذا ما قال. يعني الكاتب العام اللي قالها ولا؟ الكاتب العام قال لكم ما تخليوهاش يبني. قال لهم حنا غادي نوقفوا هذا اليومين حتى نشوفوا واش كاين. هادشي اللي عطى الله. غادي نشوفوا حنا مستشار ديالك. السلام عليكم. تبارك الله عليك. السلام. كي دايرش فيها استاذ لاباس؟ بخير. الصحة مزيان؟ بخير. الحمد لله. استاذ لازمكم بخير بحكم انكم متواجدين هنا بغيناكم تهضرنا شويه على هذه الوقفه هذه وشنو هو السبب ديالها؟ كنا بصفتي اولا كمستشار جماعي فريق العداله والتنميه ونائب برلماني اتصلوا بيا مجموعه السكان على هذا الوضع الغير الطبيعي تاع هذا السيد اللي جايبنا في الواد. وهذه المساله انا شخصيا استغرب كيفاش هذا السيد كيبني في الواد. اذا جوج حوايج، الا كيبني بطريقه غير قانونيه الناس اللي خلاوه يبني يتحملوا المسؤوليه، السلطه محليه ومجلس بلدي الرئيس والنواب نتاعو. الا كان عنده رخصه اللي عطاه الرخصه خصو بالنسبه لي انا خصو يدخل الحبس، لان هذا الواد من الناحيه العمرانيه محرم البناء فيه. بالعكس خص تعطى له واحد المسافه، كاين القوانين واضحه في هادشي، واحد المسافه على الاقل 20 متر يبعد على الواد ويبني. اما انه يبني في وسط الواد بمعنى ولا يعرض الحياه نتاع الناس اللي على جوانب الواد بالخطر. واش واش دار عندها سوابق هذا الواد عداتو راه في 2008 دخل الماء على مجموعه نتاع الديور في واد الناش نعرفوا في الميرعلي، مجموعه نتاع الديور تهدموا بسبب الواد. اذا ما يمكنش هذا الشيء يستمر. وبالتالي انا جيت شت انا عاين وغادي نشوف ان شاء الله مع السيد الوالي باش هذا الشيء يتوقف، والا ما كانش كاين اجراء اخرى مع وزاره الداخليه ان شاء الله. البلديه دارت التسجيل وراه كلها. في حالتي الاستاذ الا كانت عنده رخصه شكون اللي ممكن يعطيه الرخصه؟ الاصل اللي الاصل اللي كيوقع الرخصه نتاع ليلوتيزمون هو رئيس البلديه او من ينوب عنه. اذا اللي راه يتحمز اللي كيتحمل المسؤوليه هو رئيس البلديه. اذا يظهر لي ان السيد رئيس مجلس بلدي مدينه وجده خرق القانون في حالتي الا كان عطى رخصه. الا كان عطى رخصه خرقها، ماشي خرقها، خرقها وشق خرقها لي. ولذلك هادشي هادشي سمعنا عون ديال السلطه المحليه او هنا كيصرحوا انهم عندهم رخصه فوق المكتب ديالهم. لا انا شخصيا انا كان استبعاد ان السيد كيبني هنا بلا رخصه، لان لاحظ عنده الدار مبنيه، عنده البيت فين كاين الخدامه، عنده يعني الاليات باش كيخدم. ما يمكنش واحد السيد اللي ما عندوش رخصه وتخليه السلطات المحليه يدير هذا الشيء هذا. اذا اكيد ان السلطات راه عطاها ما يفيد بانه عنده رخصه، وبالتالي اللي عطاه الرخصه خصو يتحمل مسؤوليته. اذا من هنا غادي نوجه الاتهام مباشره للسيد رئيس مجلس البلديه. هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله. هو اللي يتحمل المسؤوليه. هو اللي غادي يعني القرار ديالو هو اللي غادي يشكل خطر على هاد الناس. لان راهم داروا لهم براج في الحومه ديالهم. الاستاذ مين كيحمل الواد؟ شكرا استاذ وبارك الله عليك. شكرا. كيحمل الواد كي داير؟ يلاه الاخوه الله يعاونكم.
شفتوا لي هذيك الله يعاونك القنطرة ما شفناوها مني ما كاينش الواد علاش لا الا كاين وادي كاينه قنطرة راه كاين واد هي قنطرة راه كاينه وغادي نجبدوها من هنا ما كان مشكل قنطرة فيها اذا هذه قنطرة راه هنايا قنطرة وقنطرة كبيرة اذا هذا الواد السيارة راه خص الواد والغريب في الامر ان الواد فايت فيه الواد الحار اذا الواد الحار يعني هذا بغى يبني فوق الواد الحار ولا الترح انتم شنو غديروا دروك السكان ديال شنو غديروا بحال الا زاد يبني شنو غادي يدير شوف من عين الاعتبار فينا حنا حتى حنا الناس مساكين ما قديناش حاجه هو بورجوازي ولا بس عليه حنا ماشي قدو اذا ولا كتبع شي حاجه ما نعرف اذا شكرا الرساله غتوصل ان شاء الله توصل للمسؤولين الكبار شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بحال اللي كتشوفوا الان حنا متواجدين في قلب الواد هذا هو الواد ديال حي النهضه هذا الواد اللي كنشوفوا واحد المجزي اللي كان بني بالشجور جا واحد المجزي وبنى في وسط الواد وكيقول ان عندي رخصه والغريب في الامر الا بنى هذا الواد غادي يولي سد يعني غادي يدير سد هنا غادي يقطع الماء على هذه الناحيه هنا